الامل والخير والسعاده على حضراتكم مشاهدينا الكرام. اهلا بكم معنا وحلقه جديده من هذا الصباح، ولقاء يومي يتجدد مع حضراتكم على شاشه النيل الاخبار ومجموعه متنوعه من الفقرات والحوارات المختلفه اللي بنتمنى بمشيئه الله ان تحوظ على اعجاب حضراتكم النهارده. محمد صباح الخير. صباح الخير امل، صباح الخير مشاهدينا الكرام. زي ما احنا متعودين مع حضراتكم دايما عندنا موضوعات جديده ومتجدده، والنهارده هنتكلم عن القطاع الزراعي بطبع واهتمام الدوله المصريه بالتوسع في المشروعات الخاصه بهذا القطاع تحديدا، خاصه في ظل تاثيره بالطبع على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الامن الغذائي في نهايه المطاف. هنتكلم عن ان مركز البحوث بيعلن عن زراعه اكبر تجمع ارشادي بشرق القناه بمساحه 20 فدان. هيكون هناك مجموعه من المحاصيل الزراعيه زي القمح زي الشعير في بعض المناطق التي تتحمل الملوحه بشكل كبير، والاهتمام بمناطق الجنوب والتوسع فيها في تعاون يعني بالطبع مع محافظه بورسعيد في هذا الامر وبعض المحافظات الاخرى. بالاضافه لهذا الموضوع يا محمد، معانا موضوع اخر عن مهرجان القاهره السينمائي الدولي وعن مجموعه الافلام الكثيره والمتعدده والمتنوعه التي كانت يعني على اجنده هذا المهرجان الهام، وحقيقه في خطوه في اطار ترميم حوالي 14 فيلم من كنوز السينما المصريه، افلام عديده شاهده على التاريخ وافلام حقيقه متميزه ومبدعه كانت وما زالت يعني حاضره في اذهاننا وفي عقولنا وفي وجدان الشعب المصري والعربي. كمان عندنا خبرنا الخفيف او اللي احنا متعودين عليه دايما يعني في هذا الصباح، والنهارده هو يوم التلفزيون، يعني هو ده الاحتفال. طبعا في احتفال عالمي بالتلفزيون كل سنه وانت طيب طبعا، وكل المشاهدين بخير وبصحه وسعاده. طبعا التلفزيون ليه دور مهم جدا في نقل العلم والمعرفه والوعي والثقافه. بيوافق اليوم 21 من نوفمبر الاحتفال طبعا باليوم العالمي للتلفزيون تنويها بدور الجهاز في نشر الوعي والاخبار حول العالم. 21 نوفمبر عام 1996 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار بتخصيص هذا اليوم من كل عام موعد للاحتفال بالتلفزيون لما يمثله هذا الجهاز من أداة هامة للاتصال في زمن العولمة والسماوات المفتوحة. كمان لأهمية جهاز التلفزيون عقدت منتديات عالمية للإشادة به تحت رعاية الأمم المتحدة اعترافا بدور هذا الجهاز في نشر المعرفة والترفيه وكمان تنوير الرأي العام. متواصلين مع حضراتكم في هذا الصباح ولكن بعد هذا الفاصل. صباح الفل، هنعمل تمارين مهمة جدا، تعالوا نعملها مع بعض وهستناكم بعديها نتكلم في موضوع مهم. رجعنا بعد التمارين وهنتكلم النهارده عن الطريقه بتاعه التنفس في التدريب. لو سمحت اسال نفسك دلوقتي، لو انت بتتمرن يا ترى انت بتتنفس بطريقه صح؟ يا ترى انت بتتنفس وانت بتتمرن ولا بتكتم النفس؟ طيب الحاجه الثانيه، لو انت مش بتتمرن ارجوك خلي بالك لما تيجي تتمرن ان شاء الله ويكون ده قريب، خلي بالك من موضوع النفس لان دي من النقط المهمه جدا.
لو احنا اتكلمنا عن تدريبات المقاومات او الجيم او الحاجات اللي فيها اثقال وفيها اجهزه، الحاجات دي دايما بتبقى الحركه فيها في الغالب بتبقى جزئين، في جزء صعب اللي انا ببتدي ان انا اتغلب على المقاومه عكس اتجاهها، يعني هي بتشدني في ناحيه وانا بشد في الناحيه الثانيه، فده الجزء بيبقى الصعب في الحركه. في الجزء ده المفروض بطلع النفس بتاعي، ببتدي ان انا انفخ واطلع النفس. طيب وفي جزء تاني بتبتدي ان الحركه ترجع اوتوماتيك، يعني انا لو شغال مثلا بوزن كده اهو، الوزن ده وانا طالع بتبقى دي الحركه الصعبه، وانا نازل لو سبت الوزن هينزل لوحده، فدي الجزء السهل انا بس بعمل عليه كنترول علشان ما يقعش من ايدي او يبتدي ان هو اللي يتحكم فيه، انا اللي بتحكم فيه. في الجزء ده من الحركه ببتدي ان انا اخد نفسي بشكل. طيب واحنا شغالين النفس بيكون انسيابي، يعني ايه؟ يعني ما باجيش مثلا اكتم نفسي واخر مره اروح اعمل زي طلع النفس في اخر جزء من الحركه وانا نازل نفس الحكايه، لا وانا طالع من بدايه الحركه الاخيره ببتدي ان انا ايه اخد نفسي او اطلع نفسي، يعني وانا طالع المفروض اطلع نفسي بطلعه بالشكل ده وانا نازل نفس الحكايه بالشكل المنتظم ده. طيب الحكايه دي ليها اهميه؟ اه طبعا ليها اهميه. انتوا عارفين ان الناس الطبيعيين اللي ما عندهمش اي مشاكل في الضغط لما بييجوا يتمرنوا الضغط بتاعهم بيرتفع بشكل مؤقت نتيجه التدريب؟ اه. طيب لو انا كمان عندي ضغط عالي فبالتالي هيبقى بيرتفع بنسبه اكبر واكبر، اذا فكمان لما باجي ما اتنفس او اكتم نفسي ده هيزيد اكتر واكتر، فبالتالي بالنسبه للشخص العادي فاوريدي احنا عايزين نحافظ عليه فبالتالي مش هيكتم نفسه. بالنسبه للشخص اللي عنده ضغط بقى ضغط عالي يعني، فده مهم جدا جدا بالنسبه له ان هو يتنفس. الحاجه الثانيه حتى بالنسبه للناس اللي ما عندهمش اي مشكله وربنا ما يجيب اي مشكله لاي حد، لما بنبتدي ان احنا نكتم نفسنا ده بيبتدي يزود الضغط الداخلي على الاحشاء وعلى الاوعيه، واحيانا ممكن يعمل حتى كمان فتاء، يعني ممكن يوصل لمشاكل ممكن تحتاج جراحه وتحتاج. لذلك الموضوع بسيط جدا، نحافظ على صحتنا وبنحافظ على النفس بتاعنا في التدريب. يا رب تكون كانت المعلومه النهارده مفيده ونشوفكم في حلقه جديده. أهلا بحضراتكم معنا من جديد مشاهدينا الكرام. أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية حملة باسم بديل الدواء بأمان لتوعية المرضى بأهمية البدائل الدوائية الآمنة ذات الفعالية المعادلة للأدوية الأصلية. تتضمن الحملة أنشطة تثقيفية تستهدف جميع وحدات ومراكز طب الأسرة في المحافظات التي بدأت العمل بنظام التأمين الصحي الشامل لنشر الوعي باستخدام الأدوية البديلة بأسلوب آمن وفعال، بدءا من اختيار البديل الدوائي المناسب حتى الالتزام بالجرعات المحددة وفقا لتعليمات الطبيب، مع التركيز على الاسم العلمي للدواء باعتباره معيارا اساسيا لضمان الفعاليه. تولي الهيئه العامه للرعايه الصحيه اهميه لدور الصيدلي في توجيه المرضى الى الخيارات العلاجيه الفعاله، لذا تعمل الهيئه على اعداد برامج تدريبيه متخصصه لتعزيز معرفه الصيادله بالبدائل الدوائيه بما يسهم في تخفيف العبء المالي على المرضى بنفس الكفاءة العلاجية. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور جورج عطالله عضو مجلس نقابة الصيادلة. دكتور جورج صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا. طيب يبدو اننا يعني فقدنا الاتصال بالدكتور جورج. معنا دكتور محمد عز العرب، اهلا بك يا دكتور محمد. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. احنا حقيقة بنتكلم على موضوع هام متعلق بالتدريب الصيادلة في هذه الفترة الحالية والدواء البديل، في اي سياق وفي اي اطار تضع اهمية هذه الخطوة؟ طبعا خليني بس بدايه أن اقول لحضرتك ان مساله في دور على الاطباء وفي دور على الصيادله. بالنسبه للاطباء زي ما حصل توجيهات من مجلس الوزراء
للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة من شهرين بأهمية كتابة الروشتة أو الوصفة الطبية بالاسم العلمي بدل الاسم التجاري. وده بياخدنا لآليات كبيرة جدا جدا في جزء خاص بالأطباء، إن احنا بنكتب الاسم الدواء في الروشتة بالاسم العلمي، وفي دور على الصيدلة ضمان صرف الاسم العلمي ده بالشكل الصحيح. ده بيتبعه خطوات كبيرة جدا جدا بالنسبة للأطباء والصيادلة. بالنسبة للجمهور، يمكن المبادرة حضرتك تفضلت في الخبر عليها هي مبادرة الرعاية الصحية في المحافظات التي يتم التطبيق فيها الآن، بتوعية المواطنين بأن البديل يساوي الأصلي. يعني ما يجيش أقول لا ده مش هو ده ولا أنا عايزه، لا مش هينفع. انا عايز اقول بس من الناحيه الطبيه في حاجتين، في الدواء المثيل والدواء البديل. الدواء المثيل هو الدواء يعني شركه بتنتجه بيطابق نفس التركيبه ونفس دواعي الاستخدام للدواء الاصلي. الدواء البديل لا يماثل الدواء الاصلي في التركيب ولكن يماثله في طريقه الاستخدام. يعني ادويه الضغط في ادويه كثيره جدا بتؤدي نفس الغرض. فخلينا اقول ان احنا يعني في اثناء تسجيل اي دواء كشركه مثلا نفرض مصريه، يعني في خطوات كثيره قوي في هيئه الدواء بتعملها، منها في خطوه اساسيه بيسموها التكافؤ الحيوي. التكافؤ الحيوي دي مراكز علميه محايده بتتاكد ان الدواء المنتج الجديد اللي هينزل السوق بيطابق البراند الاصلي الاجنبي في التركيب الكيميائي وفي درجه الامان وحاجه بيسموها الثبات، يعني بيماثل الاصلي تماما. خلينا اقول في عجاله ان احنا عندنا تجربه يا استاذ امل هامه جدا جدا، علاج فيروس سي في مصر اللي هي التجربه الناجحه العالميه الكل بيشيد بيها، تمت بالدواء المصري اللي هو وكان نسبه الشفاء اكثر من 98% ونسبه امان يماثل الاجنبي بالظبط. فالموضوع اهم جدا، الموضوع محتاج فعلا زي ما حضرتك تفضلتي تدريب الصيادله، تدريب او تنبيه على الاطباء، وفي دور المواطن ان هو يتقبل هذا الامر بشكل مهم جدا. تمام. طب دكتور محمد، يعني فكره ان يكون في ادويه بديله بتساهم بشكل او باخر في التقليل او تخفيض العبء المالي، يعني احيانا المريض بيروح يشتري دواء يلاقي السعر بتاعه مبالغ فيه او بارقام فلكيه وفقا لظروفه ومستواه المعيشي والاقتصادي، بيحاول ان هو يدور على دواء بديل يكون ارخص. الدواء البديل الارخص بيكون اقل في الكفاءه واقل في الفعاليه ولا ممكن يحقق نفس النتيجة حتى لو بنسبة أقل بشكل بسيط؟ وده اللي احنا كنا بنقول فعلا انه بيماثل الاصلي اللي هو المستورد اللي هو الغالي جدا جدا في التركيب وفي درجة الفعالية ودرجة الامان زي الايه زي الاصل. وعشان كده احنا عايزين نغير الثقافة. يعني احنا في دور رقابي، دور رقابي ده هيئة الدواء بتقوم بيه، وعايز اقول ان المراكز اللي هي بيسموها التكافؤ الحيوي هي اللي بتضمن لي الخطوه دي. يعني انا اضمن ان الدواء المنتج بشركه معينه شركه سين بيساوي نفس المنتج اللي هو الاجنبي اللي انا بستورده غالي قوي. فثقافه ان احنا بالنسبه للساده المشاهدين واهالينا كلنا ان احنا ما نرفضش المثيل او البديل بشرط ان احنا انا كطبيب بكتب الاسم العلمي، وده يعني موجود في دول كثيرة جدا ودول عربية كثيرة واحنا تأخرنا شوية في هذا المجال. وان الصيدلي بيصرف يعني لازم ايه؟ يعني اللي بيصرف الدواء هيكون الصيدلي وليس مساعد الصيدلي، لابد ان يكون يعني الاسم العلمي، مش هتلاقي اللي هو بلون العلبه ولا اسم الموجود الكبير ده. فالموضوع فيه اليات يعني وفيه تفاصيل كثيره جدا. انا عايز اقول لو تسمحي لي، العبء المادي مش على المريض فقط، يعني عايز اقول المريض فعلا هيلاقي ادويه بنفس الكفاءه بسعر اقل. انا عايز اقول على المستوى الثاني، انا يعني لما نفرض ان في تركيز كله على اسم دواء معين والاسم دواء ده شح في السوق نتيجه عوامل كثيره جدا، يعني تغير سعر العمله مش عارف ايه الحاجات دي كلها، هنا بيحصل في نوع من تجاره السوق السوداء، ودي لقيناها كتير جدا خلال الفتره الماضيه اللي كان فيها ازمه. وفي نفس الوقت من خلال السوق السوداء بينشط حاجه يا استاذ امل خطيره جدا اللي هي الدواء المغشوش. فانا في الخطوه الهامه دي
هقضي على حاجه اسمها الدواء المغشوش، وهقضي على السوق السوداء، وهوفر الدواء طول المده بفعاليه وبنفس الكفاءه. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المعلومات القيمة دكتور محمد عز العرب، شكرا جزيلا على هذه المداخلة والمشاركة معنا. إذا مشاهدينا الكرام، يعني مجموعة منوعة من أخبارنا وفي سياق مختلف، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإصدار رخصة ذهبية للمشروعات السياحية المتميزة، وأن تكون وزارة السياحة هي الجهة الوحيدة المنوطة بمنح الرخص للمستثمرين. أكد مدبولي أهمية دور قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تحقق المزيد من الأهداف الاقتصادية عبر الوصول إلى تحقيق هدف استقبال 30 مليون سائح سنويا. كما أكد رئيس الوزراء أن قطاع السياحة يأتي ضمن القطاعات التي تسعى الدولة لدعمها وتطويرها وتوفير سبل النهوض بها وتطوير مختلف المقاصد السياحية، وتوفر الرخصة الذهبية موافقة إدارية واحدة فقط على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بقرار من رئيس مجلس الوزراء. للمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا دكتور حسام هزاع الخبير السياحي. دكتور حسام صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا. أهلا بك أستاذ المشاهدين. أهلا بك. التفاصيل أو الملامح العامة للرخصة الذهبية ماذا تعني؟ الحقيقة هو اجتمع السيد رئيس الوزراء مع مجموعة كبيرة من المستثمرين الكبار في القطاع الخاص، ومعنى الرخصة الذهبية هي الاهتمام بك أو تسليم المشروع كامل بحيث أن تخلص كافة الإجراءات وكل ما يخص المشروع من خلال وزارة السياحة كجهة واحدة، بحيث أنه يتم أخذ أرض المشروع وبناء المشروع وتنفيذه كاملا من جهة واحدة للتسهيل على المستثمرين، لأن الفترة القادمة احنا محتاجين عدد كبير جدا من الغرف الفندقية لزيادة للوصول إلى عدد 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وحاليا إحنا عندنا ما يقرب من 230 ألف غرفة سياحية، فده هيسهل على المستثمرين، وطبعا الإجراءات والمنح والحوافز اللي هتعطى ليهم والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، ده كله هيبقى من خلال الرخصة الذهبية في الفترة الأولى من المشروع على الأقل في أول فترة مثلا 5 سنوات. القطاع السياحي نفسه في مبادرات بتتم من خلال الدولة بشكل كبير، وبرضه كان السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أعلن عنها، هي مبادرة ب 50 مليار جنيه مصري لدعم الشركات السياحية والقطاع الفندقي، بحيث أن يستطيع كل مستثمر الحصول بحد أقصى على 1 مليار جنيه لإنشاء مزيد من الغرف الفندقية أو لتجديد بعض الفنادق التي كانت متوفقة أثناء مثلا الكوفيد أو إلى آخره. الأهم من كده برضو أن كان في الاجتماع الاستثمارات من خلال القطاع الخاص مع الدولة في المطارات وأسوة بالدول أخرى نفذت هذه التجربة، أدت إلى تنمية وتوسعة في المطارات وتقنية بوجود القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في إدارة المطارات، وده بيؤدي إلى جذب مزيد من الطيران الخاص أو الطيران الحافز، وده اللي هيدخل فيه المستثمرين برضو الفترة القادمة لزيادة عدد مقاعد الطيران بشكل كبير، وده ملاحظ في دول كثيرة دخل فيها الاستثمار في مجال الطيران وفي إدارة المطارات، وأدت إلى زيادة أعداد السياح بشكل كبير مع وجود الغرف الفندقية، فده طبعا هيؤدي إلى زيادة في الأعداد وزيادة بطبيعة الحال في الدخل القومي من العملة الصعبة والدولار، حيث أن السياحة تعتبر أحد الأعمدة الأساسية في
الحصول على العملة الصعبة من الخارج. والسياحة أحد أهم أبرز مصادر الدخل القومي إلى مصر، في إطار يعني الحصول ربما على الرخصة الذهبية للمستثمر والتأكيد على يعني أهم المشروعات السياحية المتميزة، إلى أي مدى هذه الخطوة وهذا الإجراء يساهم بشكل أو بآخر في خلق حالة من التنافس الجاد والحقيقي الذي يصب في النهاية لصالح القطاع السياحي بمصر؟ الحصول على الرخصة الذهبية دي مع سهولة تخليص الإجراءات، لأن أهم حاجة هي الحصول على مثل هذه الرخصة وسرعة الحصول على انتهاء الإجراءات بشكل كبير في وقت قصير. ده بيؤدي إلى بداية إنشاء المشروع مباشرة، وفي نفس الوقت طبعا زيادة فرص العمل بالنسبة للعاملين في هذا المجال والمرتبطين به، بالإضافة إلى الإنجاز خلال الفترات المحددة اللي احنا عايزين نوصل لها في 2028، بأن احنا نصل إلى 500 ألف غرفة فندقية مع استثمار عقاري سياحي. فهنا الرخصة الذهبية بتساعد في إنجاز الوقت بشكل كبير، لأن دلوقتي أي بروجكت أو مشروع بنحتاجه بيحتاج من كذا هيئة ومن كذا وزارة موافقات كتيرة جدا عشان يبتدي يخلص الإجراءات. فهنا ده إنجاز في حد ذاته إن يبقى كل شيء من خلال وزارة السياحة في الرخصة الذهبية في الحصول على كل شيء بتخليص الإجراءات والتقنية الحديثة والأبليكيشن اللي ممكن يستخدمها من خلال الإنترنت، على أساس إن هو يقدر يخلص أوراق المشروع كاملة متكاملة ويبتدي في المشروع بالفعل. يعني ممكن الرخصة الذهبية دي توفر وقت كتير جدا في تخليص الإجراءات، وده يهمنا لانه مرتبط بالانشاء الغرف الفندقيه في القطاع السياحي مع المطارات. ده مهم جدا، لان احنا عندنا متوسط انفاق السائح بيصل الى 300 دولار في الليله، مثلا زي السائح الخليجي، السائح الاجنبي ب 200 دولار في الليله. ف 300 في عدد ليالي سياحيه، لما يكون عندنا مثلا 170 مليون ليله سياحيه بيبقى رقم كبير جدا من صحيح. الدولارات اللي بتحصل عليها او اليورو او واتيفر العمله الصعبه اللي بتدخل البلد. لما بتزداد عدد الغرف الفندقيه مع الطيران، مع ان القطاع الخاص داخل في اداره المطارات ومع الدوله وتوسعه المطارات والتقنيه والسيرفيس اللي بتقدم نفسها، الخدمه اللي هتقدم في تخليص الاجراءات للسائح الاجنبي، ده كله هيزود صحيح سرعه التعامل وفي الحصول على جوده اعلى، وبالتالي زياده اعداد السياح بشكل كبير، وده المطلوب جدا. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور حسام هزاع الخبير السياحي. توج الشاب المصري المهندس مصطفى السيد بالميدالية البرونزية في مسابقة أفضل اختراع في مجال الطاقة على مستوى العالم بالمعرض الدولي للاختراعات بكوريا الجنوبية. برع مصطفى السيد في اختراع وحدة توليد للطاقة المتكاملة التي تشمل الطاقة الكهرومغناطيسية والحرقية والكهربائية، وحظي تقدير المهندس مصطفى السيد بتهنئة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي قدم له التهنئة. يعد المعرض الدولي للاختراعات بكوريا الجنوبية هو أحد المعارض المعتمدة رسميا من الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين، وهو معرض عالمي يعرض أحدث الابتكارات والاختراعات في مجالات الطاقة بما في ذلك تقنيات الطاقة الجديدة والتحولات في مجال الطاقة والسلامة. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا الشاب المصري الدكتور مصطفى السيد عضو المجلس الاستشاري لتطبيقات الفضاء بالأمم المتحدة معنا مباشرة الآن. يا دكتور أهلا بك وصباح الخير، وألف ألف طبعا مليون مبروك على هذا التقدير والميدالية البرونزية في هذه المسابقة أو هذا المعرض الهام بكوريا الجنوبية المتعلق بالابتكارات والاختراعات في مجالات الطاقة. أهلا بك.
صباح النور، الله يبارك في حضرتك، شكرا جزيلا. أهلا بك، كلمنا عن شغل حضرتك وعن مشاركتك في هذا المعرض الهام، وعلى أي أساس بيتم يعني الاختيار، الإنتاج اللي حضرتك بتقدمه إلا على أساسه بيتم التقييم ووضع هذه المراكز في النهاية؟ المسابقة دي هي أكبر مسابقة على مستوى العالم في مجال الطاقة المتجددة، هي متخصصة فقط في مجال الطاقة. كل مسابقات الاختراعات الأخرى بتكون متشعبة فيها تخصصات مختلفة، لكن المسابقة دي فقط هي متخصصة في مجال الطاقة، بتضم أفضل الباحثين والمراكز البحثية والمخترعين والشركات الخاصة بمشروعات الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة. أنا كنت سعيد يعني لأني أنا كنت الممثل المصري والعربي والأفريقي الوحيد اللي تم اختياره السنة دي للمشاركة في المؤتمر، فأنا كنت شايل مسؤولية كبيرة أني كنت بمثل مصر وبمثل أفريقيا وبمثل الدول العربية كمان. الحقيقة السنة دي اتفضل. كانت المنافسة شوية صعبة عن السنين اللي فاتت، لأن السنين اللي فاتت كانت بتتركز على مراكز البحوث والمخترعين، لكن السنة دي أضافوا ليها البابليك كومباني، الشركات الكبيرة، فكانت المنافسة صعبة. هم اختاروا في البداية خالص كان مترشح 25,000 منافس، اختاروا الأبحاث بتاعتهم، اختاروا منهم 115 فقط، 100 شركة public company و15 مركز بحثي ومخترع. وثم تمت المسابقة على مراحل. لما سافرت كوريا كانت المرحلة الأولى اختيار أفضل 50، ثم أفضل 20، ثم أفضل 10، ثم أفضل 3. وكان الجائزة عبارة عن حاجتين، جائزة على مستوى الاختراعات ثم جائزة على مستوى المشروعات الصناعية. أنا الحمد لله حصلت على المركز الأول على مستوى الاختراعات والمراكز البحثية، والمركز الثالث على مستوى المشروعات الصناعية. قدرت إن أنا أتفوق على حوالي 97 بابليك كومباني، اثنين بس تفوق عليا، شركة أمريكية وشركة كورية جنوبية، بفرق بسيط في الدرجات. يمكن اللي لفت نظري انه حجم الاقبال كان كبير جدا، اعداد غفيره تقدمت لهذه المسابقه، وده اللي بيعكس قد ايه المنافسه قويه عشان تتم التصفيه لهذا العدد القليل في النهايه. وحضرتك كنموذج مصر حقيقه يعني بنعتد بيه كثيرا وبنفتخر بيه، لانه انت حقيقه بتاكد ان احنا عندنا يعني عقول مصريه واعده من المفكرين والعلماء والباحثين والمبتكرين مخترعين. فحقيقة احنا بنفخر بحضرتك جدا جدا جدا، لان هي مسابقة مش عادية، التنافس شديد، اعداد كبيرة، فان يتم التصفية دي وحضرتك تحتل هذه المكانة ده شيء عظيم جدا. انت بالنسبة لنا وبالنسبة لشباب كتير في مصر قدوة. اللحظات او محطات النجاح في الكواليس بيبقى فيه تعب وبيبقى فيه جهد وبيبقى فيه تحديات وبيبقى فيه عراقيل، الناس دايما بتشوف النقطة المضيئة النهائية، ولكن عشان حد يصل لهذه المرتبة وهذه المكانة أكيد في الكواليس وفي الخفاء بيبقى في مجهود كبير الناس مش شايفاه. ده اللي احنا محتاجينك ان انت تكلمنا عنه شوية دكتور مصطفى. في الحقيقة لما كنت هناك قابلت صعوبة في أول يوم، إن أنا الجهاز بتاعي بيحتاج مصدر ضوء عشان يبدأ يشتغل، سواء ضوء الشمس أو إضاءة عادية. فإحنا طبعًا كنا في قاعة مغلقة، فمش مفيش ضوء شمس، فكنت محتاج إضاءة. وحدة الإضاءة اللي أنا كنت واخدها معايا من مصر اتكسرت للأسف في شنطة السفر، فقعدنا ندور على واحدة زيها في كوريا، ما كانش فيه متواجد خالص. كان لجنة التحكيم كان هتبقى الساعة 3 بتوقيت كوريا، من 9 الصبح ل 3 أنا قاعد في التراب، لأن ما في بيحاولوا إدارة المسابقة تلاقي وحدة إضاءة شبه اللي أنا محتاجها، ما كانش فيه. فكنت فرق 10 دقائق بين إن أنا أخرج من أول مرحلة وبين إن أنا يعني أكمل في المسابقة. الحمد لله لما لقوا وحدة الإضاءة وجربنا، أول ما الجهاز بدأ يشتغل ويدور أنا كنت فرحان جدا جدا، ويعني دي يمكن أصعب اللحظات اللي مريت عليها في أول يوم. بعد كده أنا طبعا لأني كنت متعود إن المسابقة كانت على مستوى مراكز بحثية، فكان المنافسة أسهل. السنة دي لما كانت المنافسة بقى على مستوى بابليك كومباني، يعني مشروعات كاملة، مشروعات قدي لها سنين شغالة على أرض الواقع، فالموضوع كان صعب. بس الحمد لله ربنا اداني كده شوية قوة عشان إن أنا أتماسك وأقدر أعرض اختراعي بشكل كويس. فكانت في البداية برضو لحظات من التوتر، إن أنا
هل مشروعي هينافس ولا لا؟ طب ازاي اعرض مشروعي بشكل يخليهم يقتنعوا ويفضلوني عن المشروعات اللي معموله بشكل متقن اكتر وقادي لها سنين على ارض الواقع؟ الحمد لله ربنا وفقني. يعني كمان اللحظه اللي كانوا بيعلنوا فيها الجواز، انا يعني لما نادوا اسمي قعدت فتره كده لحد ما استوعب. كانت لحظه بصراحه كويسه جدا، بس كلها لحظات مليانه بالتوتر ومليانه بالحماس. ولحظه بقى اعلان النتيجه او ان الجهاز يبدا يشتغل او ان انا صحيح. اكسب، دي بتبقى فرحه يعني ما تتوصفش بصراحه. يمكن الجهاز اللي ضاع منك وبعد كده لما لقيت بديل والجهاز اشتغل، يعني هو اشتغل بسرعة ليحيي إبداعك وليحيي إتقانك وليحيي يعني سنوات من الجهد والتعب والبذل والعطاء. فيعني هذه منحة ربانية بتعكس مجهودك حقيقة وتعبك في المقابل. قد ايه دي كانت مسؤولية كبيرة جدا بتقع على عاتقك، لانك مش بس بتمثل نفسك ومش بس الانجاز ده هيعود عليك، انت بتمثل جمهورية مصر العربية، فدي حاجة كبيرة جدا وحاجة عظيمة جدا. احساسك كان ايه؟ المسؤولية على فكرة بيبقى فيها قدر من القلق والتوتر، مهما كان الانسان ناجح بيبقى خايف على شغله، وفي نفس الوقت انت بتتكلم باسم مصر، فحسيت بده ازاي؟ اوصف لي شعورك. عايز اقول لحضرتك المفروض ان كل واحد بيبقى في بانر للمشروع، فالبانر بتاعي كان مكتوب عليه مصر ومحطوط عليه علم مصر. عايز اقول لحضرتك ان كل ما كنت ببص ورايا واشوف علم مصر كنت بحس باضطراب كبير، لان دي مسؤوليه كبيره، خاصه لان ما كانش فيه مصريين ولا افارقه ولا عرب اتقبلوا في المسابقه غير، فانا كنت شايل مسؤوليه كبيره جدا ان انا لازم امثل بلدي، ومش بس امثلها مجرد تمثيل، لا ده انا لازم اشرفها. وكل ما كان بتخطى مرحلة كان المسؤولية بتزيد، لأن إن أنا آخد مركز من أول 3 مراكز على مستوى مسابقة كبيرة زي دي باسم مصر. يعني لو حضرتك في الفيديو بتاع التكريم بتاعي كان قبل ما بيقولوا اسمي قالوا from Egypt، دي لوحدها لحظة فخر كبيرة جدا إن أنا بتنسب لمصر، صحيح. فكانت لحظة قوية جدا ولحظة مشرفة جدا. والناس كلها اللي كانت موجودة كان كل ما تعرف ان انا من مصر كانوا بيحيوا الموضوع وبيحيوا ان انا جاي من مكان بعيد وبمثل بلد مصر وبلد افريقية مش صحيح. متعودين على التنافس ده، وان هم يلاقوا حد صحيح. من مصر او من افريقيا يشارك، فكانت لحظة مهمة جدا جدا جدا. أنا بشكرك جدا دكتور مصطفى السيد، يعني حقيقة نورتنا وشرفتنا وعليت راسنا، وحضرتك فخر لكل المصريين. ألف ألف مليون مبروك، بنحييك وبنهنيك وبالتوفيق ومن نجاح لنجاح بإذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك. اختتمت فعاليات النسخة الخامسة لعين شمس تبتكر، والتي نظمتها جامعة عين شمس بتهدف إلى اكتشاف الأفكار والابتكار لدى الطلاب والباحثين ورواد الأعمال، وتحويلها إلى شركات ناشئة لتنمية الاقتصاد القومي. دعم المبادرات الشبابية وتعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب أهداف تسعى إليها جامعة عين شمس لتختتم فعاليات النسخة الخامسة من مسابقة عين شمس تبتكر بمشاركة طلاب وخريجين وباحثين ورواد أعمال. التقى النهارده هو في انشطه مختلفه، اولا هو يعتبر منصه لتبادل الافكار والعقول والمشاريع ما بين الطلاب والباحثين واعضاء التدريس واصحاب شركات ناشئه، اما كانوا خريجين جامعه عين شمس او من الخارج، وفي نفس الوقت معانا بعض المؤسسات المجتمعيه والدوليه، وفي نفس الوقت معانا البنك المركزي، بعض البنوك اللي معانا، فبالتالي احنا بنحاول على قد ما نقدر نتكلم على جميع الخدمات اللي بيحتاجها رواد الاعمال. احنا عندنا افكار كتير بتجيلنا، من ضمن مئات الافكار اللي جت احنا بنعمل فلتريشن، يعني يعني بالعربي يعني نفلتر او فرز، نفرز الافكار وبنبدا ان احنا نختار الافكار اللي ليها مردود اقتصادي. يعني ده كان المين اوبجكتيف بتاعنا او الهدف الاساسي في اختيارنا الافكار الفايزه. اكثر من 200 فكره مبتكره تم تقديمها من جانب الطلاب حول الثوره الصناعيه الرابعه والاستدامه والخدمات المجتمعيه، استطاعت الخروج بافكار مبتكره وجديده تضيف للاقتصاد القومي. احنا كليه اعلام جامعه عين شمس بنقدم مجال بيخص او مركز بيخص المجال الاعلامي، بنقدم فيه خدمات اعلاميه زي السكريبت، المونتاج، الجرافيك والاخراج.
وبرضه بنقدم كورسات متخصصه في بتخص المجال الاعلامي او الخدمات الاعلاميه، بتكون بتكلفه اقل وبشهادات معتمده. احنا المنتج بتاعنا بيتكلم على المرضى التوحد اللي عندهم حساسيه جلوتين، في فئه من المتوحدين عندهم حساسيه جلوتين، في ناس عاديه كمان عندهم حساسيه الجلوتين دي، بس عشان تلاقي الدقيق ده بيبقى غالي جدا ومش مدعم بحاجات طبيعيه نقدر نستخدمها بشكل يومي. المنتج بتاعنا عاملين عيش وتوست وكوكيز عشان الاطفال بيبقوا عايزين دايما سناكس وكده. الكوكيز عامه مستخدمين فيها دي كذا نوع، دي احنا اللي عاملينه ومدعمينه منتجات طبيعيه ومش سكر عادي، حتى الشوكليت شيبس احنا اللي عاملينها. عين شمس تبتكر مسابقه سنويه تهدف الى تحفيز الابتكار والاعمال من خلال تنافس المشاركين للوصول لفكره مبتكره تحل مشكله قائمه وتضيف قيمه جديده في تخصصات متنوعه. مراكز ابتكارية لريادة الأعمال بالجامعات المصرية تهدف إلى اكتشاف الأفكار والإبداع لدى الطلاب ومنصة مثالية لعرض مشروعاتهم الريادية التي تستهدف مواجهة التحديات المجتمعية، بما ينعكس على إطلاق طاقات الشباب الإيجابية وإشراكهم في مسيرة التنمية المستدامة للوطن. من داخل جامعة عين شمس، أحمد ممدوح، أني للأخبار. طور فريق من الباحثين تقنية جديدة تهدف إلى تحسين مراقبة المتغيرات الحيوية للأفراد أثناء قيادة السيارات. تعتمد هذه التقنية الجديدة على وضع مستشعر بيولوجي في أحزمة الأمان يعمل بموجات الراديو ليتمكن من رصد إشارات القلب والتنفس دون الحاجة إلى ملامسة مباشرة لجسد قائد السيارة. هناك أيضا تقنية مراقبة المتغيرات الحيوية وهي خطوة مهمة لدعم أنظمة السلامة على الطرق حيث يمكن استخدامها في مراقبة يقظة السائقين ومستوى الإجهاد لديهم، مما يساهم في تقليل الحوادث الناجمة عن الإرهاق أو التوتر. حفاظا على الأطفال من أضرار وسائل التواصل الاجتماعي، تعتزم الحكومة الإسرائيلية تقديم تشريع جديد إلى البرلمان يحظر على الأطفال استخدام منصات التواصل الاجتماعي حتى بلوغ الأطفال سن 16، وبتشمل منصات التواصل الاجتماعي المحظورة أكس وتيك توك وفيسبوك وإنستغرام. بيحظى الحظر بتأييد حكام جميع الولايات الإسرائيلية، إلا أن بعض المسؤولين المحليين في أستراليا يرون الاكتفاء بتحديد سن 14 لفرض الحظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وفي المقابل يرى مجموعة مختلفة من الخبراء في أستراليا أن سن 16 غير كاف لفرض هذا الحظر. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة الدكتور وليد كرم، خبير تكنولوجيا المعلومات. دكتور وليد، أهلا بحضرتك معنا. يعني هي خطوة من قبل الحكومة الإسرائيلية بوضع معايير وضوابط وحظر لاستخدام الأطفال دون 16 سنة لشبكات التواصل الاجتماعي، لأن لها أبعاد مختلفة وتداعيات على المستوى الاجتماعي والنفسي والذهني. في أي سياق تضع هذه الخطوة؟ أنا أول شيء شكرا على الاستضافة. أنا بعتقد أنه يعني هذه الخطوة هي إجراء من زمن القرن العشرين لتحديات القرن 21. نحن مفروض أنه يتم اتخاذ إجراءات أخرى، وهي يمكن تثقيف الأطفال ومواكبتهم على التفكير بشكل نقدي حول المستوى، حول المحتوى يلي عم بيشوفوه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتثقيفهم على كيفية استخدام هذه المواقع بدل من أنه حظرها حقيقة. بالتالي الولد رح يحاول، كان هناك محاولات في السابق في بلدان متعددة، وأنا بعتقد يعني مش رح تنجح بشكل تام. ممكن نحط بعض القوانين، ولكن الثقافة الرقمية هي أساس.
دكتور وليد، يعني ما بين الحديث عن انه الحظر يتم من 14 سنه او 16 سنه، يعني هناك محددات للتعامل مع هذا الامر، وهل في المقابل نحن نتحدث على النموذج الاسترالي، ولكن في اطار التحدث عن الفكره نفسها، يعني حظر استخدامات الاطفال لوسائل شبكات التواصل الاجتماعي بشكل عام في كل البلدان، في اي سياق تضع او ترى اهميه هذه الخطوه؟ يعني بين 14 سنة و 16 سنة أو 18 سنة أنا بقلل من أهمية العمر يلي عم نحكي عنه. أنا بعتقد، برجع بأكد على ضرورة الثقافة الرقمية، على ضرورة الاستخدام المسؤول للمواقع التواصل الاجتماعي، على ضرورة مواكبة الأهل، مواكبة المدرسة والأساتذة في المدرسة للأطفال، لأنه الطفل هو بحاجة لمواد ترفيهية، وبعض هذه المواقع عندها كثير يعني محتوى جيد ومحتوى تثقيفي ومحتوى، يعني في كثير اولاد خصوصا بفتره كورونا، فتره الكوفيد، الاطفال كانوا يعني قاعدين بالمنازل وبحاجه ليتواصلوا مع بعضهم او يتواصلوا على يوتيوب مثلا، كانوا يحضروا دروس الى اخره. بالتالي الحظر هذه المواقع للاطفال بعتقد هو في غير محله. أنا بعتقد نحن بحاجة إنه نعلم الأولاد السباحة بدل ما نمنعهم يروحوا على البحر. صحيح صحيح صحيح، لأن المنع غير وارد، ما فيش آلية واضحة للتحكم في يعني جزئية المنع، يعني وارد يكون هناك يعني وسائل أو آليات أخرى تمكن الأطفال من المشاهدات ومن التواصل على شبكات التواصل الاجتماعي. نعم صحيح، ومين بيضمن انه هالولد هو عم بيحط عمره الحقيقي على الموقع؟ ممكن صحيح. هو يدعي انه عمره 22 سنه وهو حقيقه يكون 14 سنه، مش عم يطلبوا منه الاي دي تبعه، يعني بطاقه هويه او اي تاكيد بهالموضوع. بالتالي هذه الاجراءات انا بشكك بامكانيتها على تحسين الوضع. لازم كمان يكون في محاولات مع هالمواقع نفسها لحظر محتوى غير لائق مثلا، صحيح، بدل ما يكون محتوى مفتوح، محتوى ممكن يكون يحتوي على امور جنسيه، على امور عنف، يعني هيدي عم بتاثر على الاولاد بشكل مباشر. بضل في موضوع التنمر الالكتروني بين المراهقين نفسهم، هناك احصائيات عن الموضوع بتاكد انه يعني تعرضوا للتنمر بشكل واسع، ويعني ادوا لاضطرابات يعني عقليه، وادت ببعض الاحيان للانتحار حتى. صحيح. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور وليد كرم، خبير تكنولوجيا المعلومات، على هذه المداخله والمشاركه معنا. على ضفاف نهر النيل، اقامت السفاره العمانيه بالقاهره احتفاليه بمناسبه العيد الوطني 54. شهدت الاحتفاليه مشاركه من كافه اطياف المجتمع المصري والجاليه العمانيه بالقاهره، وتم خلالها الاعلان عن اختيار سلطنه عمان ضيف شرف معرض القاهره الدولي للكتاب لعام 2025. على ضفاف نهر النيل، أقامت السفارة العمانية بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني 54 احتفالية بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وعدد من كبار رجال الدولة والسفراء المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية ورجال الصحافة والإعلام. العلاقات العمانية المصرية صامدة ومستمرة بثبات، تشهد تطور باستمرار. علاقات العمانية المصرية تاريخية منذ آلاف السنين ومرت بمراحل مختلفة، والعلاقات هذه لم يعني تأتي هكذا، بينما الأمور الثنائية في ألق دائم وفي تواصل بين القيادات وفي تواصل بين الشعوب الشعبين الشقيقين. العلاقة العمانية المصرية ثابتة. شهدت الاحتفالية مشاركة من كافة أطياف المجتمع المصري والجالية العمانية بالقاهرة. العلاقات المصرية العمانية علاقات متميزة جدا ورسيخة على الصعيد التعاون الثنائي والتعاون المشترك، وعلى صعيد التنسيق العربي في كثير من القضايا العربية والدولية. السلطنة طبعا يعني مميزة بعلاقاتها التجارية مع مصر،
علاقاتها التجارية، وبتتعامل مع مصر كشريك اقتصادي كبير في شمال افريقيا. احنا حريصين على احنا نحتفل دايما مع سلطنة عمان بالعيد الوطني، وبقول لشعب عمان والسلطان والجميع بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، واحنا يعني بنسعد معاكم وبنشارككم سعادتكم في الاحتفال بالعيد ال45 لسلطنة عمان، وربنا دايما كده في تقدم وازدهار. خلال الاحتفالية تم التأكيد على أهمية العلاقات المصرية العمانية، وذلك من خلال الإعلان عن اختيار سلطنة عمان ضيف شرف معرض القاهرة الدولي لكتاب 2025، كما شاركت الموسيقى العمانية في مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية. احتفالية تؤكد على مدى قوة العلاقات بين مصر وعمان، وتأكيد على أهمية العلاقات بين الشعبين في دعم مختلف القضايا العربية. منذر أبو دوح، أني الأخبار. وسط أزمة نقص للغذاء الخانق في قطاع غزة، تعرضت 100 شاحنة مساعدة دولية في القطاع إلى عمليات نهب كبيرة. يأتي هذا بينما أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن المساعدات الغذائية والإنسانية لم تصل تقريبا إلى أقصى شمال غزة منذ أكثر من 40 يوما بسبب الحصار العسكري الإسرائيلي. كما رجحت تقديرات الأمم المتحدة أن انتشار المجاعة بدأ بالفعل في شمال قطاع غزة، حيث تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوما منذ أكثر من عدة أسابيع أسفر عن استشهاد مئات الأشخاص ونزوح عشرات الآلاف من منازلهم. وأصبحت عدة مدن مثل بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا مدنا معزولة. ينضم إلينا من رام الله الدكتور عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح. أهلا بحضرتك معنا بداية، ويعني يضاف إلى المعاناة التي يعانيها أهلينا في قطاع غزة فكرة نهب شاحنات المساعدات التي تدخل إليهم، في أي سياق تضع هذه المعاناة الإنسانية للأسف التي تزداد سوءا وتدهورا وتوترا يوما بعد الآخر؟ صباح الخير لك سيدتي، صباح الخير لمصر، صباح الخير للمشاهدين الكرام، والحرية لهذا الشعب الفلسطيني الذي يعاني كل هذا الكم من العدوان والإبادة وحرب التجويع الموازية للإبادة الجماعية. كلكم تتابعون وأنتم خير من يقف على هذه الحالة، كيف يمارس هذا الاحتلال حرب تجويع بحق شعبنا الفلسطيني، وكيف منع ولا يزال يمنع إدخال المساعدات، وكيف يعيق أي عملية لإدخال المساعدات. اليوم نحن أمام معضلة جديدة في الوقت الذي يطالب فيه العالم ويطالب فيه الجميع وتطالب فيه الشقيقة مصر أن يعاد فتح معبر رفح ليتسنى لها إدخال ما أمكن من مساعدات تغيث شعبنا في قطاع غزة وتعيد له الحياة في ظل كل هذا الموت المنتشر في القطاع. هناك معضلة جديدة تتعلق بعصابات السرقة، وعلى ما يبدو أن هناك جهتين يعملون على هذا الأمر. حركة حماس تحاول بقدر ما تستطيع أن يكون لها السلطة على الاستحواذ على هذه المساعدات، والأخطر كذلك أن هناك عصابات مسلحة تقوم بعملية السرقة وتحدث على مقربة من وجود جيش الاحتلال، وهذا أمر خطير يدلل على أن هناك يد خفية مرتبطة كذلك بالاحتلال، معنية أن يكون هناك عصابات وفوضى في قطاع غزة، وتقول أن لا أحد يستطيع أن يسيطر على هذه المساعدات، وأن المشكلة في عدم القدرة على السيطرة عليها وليس في دخولها إلى قطاع غزة. يعني الاحتلال يسعى اليوم إلى تخريب قطاع غزة بشكل كامل من خلال سيطرته على القطاع واحتلاله للقطاع، ومن خلال إثارة الفوضى بعد أن فشل في خلق بدائل رفضها الشعب الفلسطيني لإدارة قطاع غزة، ولا يزال يرفض أن تكون هناك جهة فلسطينية رسمية وتحدث عن السلطة الوطنية الفلسطينية لتقوم بممارسة دورها في إيصال المساعدات وفي تقديم العون إلى شعبنا في قطاع غزة. هذا كله جزء من سياسة الاحتلال في القطاع، وجزء من غياب الحالة الفلسطينية الرسمية القادرة على إدارة الشأن الفلسطيني في قطاع غزة.
يعني حضرتك اتكلمت على جزئية مهمة جدا، انه الاشكالية مش فقط في صعوبة دخول المساعدات، ولكن الاشكالية في عدم القدرة على السيطرة. فكرة التصارع والتناحر، من الذي يسيطر ويهيمن على هذه المساعدات؟ للأسف المقابل الشعب الفلسطيني الأعزل هو الذي يدفع فاتورة هذا التناحر. صحيح، وأيضا لا نغيب هنا أن هذا الاحتلال يسعى دائما إلى إلغاء دور الأونروا، هذه المؤسسة التي يثق فيها الكل الفلسطيني، وهي مؤسسة تقوم بعملها الإنساني على أكمل وجه، والاحتلال يحاربها ويمنع عملها ويصوت فيما يسمى بالكنيست على حظر عملها في فلسطين. وبالأمس كنا نتمنى أن يكون هناك قرارا أمميا حقيقيا يوقف العدوان ويمكن أهلنا من قطاع غزة من صحيح. الاستفادة من المساعدات وإيصال هذه المساعدات، لكن بكل أسف مرة أخرى أمريكا استخدمت حق نقض الفيتو على هذا القرار لتعيق إيصال المساعدات ولتمنع كذلك صحيح. تجسيد حضور الأونروا، لأن القرار كان في جزء منه يتعلق بعمل الأونروا في قطاع غزة. دمرت الأونروا، دمرت المؤسسات الدولية، لا يوجد سلطة فلسطينية لتقوم بدورها في القطاع بفعل رفض الاحتلال. حماس كانت مسيطرة على القطاع ولا تزال مسيطرة بطريقة أو بأخرى، وهناك حالة من الفوضى يسعى الاحتلال إلى تغذيتها. للأسف في ظل تخاذل المجتمع الدولي من رام الله. السيد عبد الفتاح دول المتحدث باسم حركة فتح، جزيل الشكر على هذه المتابعة. ومشاهدينا الكرام متواصلين مع حضراتكم في هذا الصباح، ولكن بعد هذا الفاصل.